بعد أن اختفت أصبحت حاضرة في حياتكم، وكأنكم تستطيعون مد أيديكم إليها ولمسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الجوهرة ميس كاندي أو كرافتي فور أول. هذه السلسلة قراءات يدوية تعرض بعضا من الكتب الممتعة التي قرأتها مع مراجعة بسيطة أثناء خياطة أو صنع عمل يدوي مستوحى من الكتاب. رابع كتاب سنتطرق له هو أرجوك اعتني بأمي للكاتبة الكورية كيونغ سوك شين. يحوي هذا الكتاب على 199 صفحة. بالطبع اختلاف الطبعات يؤدي إلى اختلاف طفيف في عدد الصفحات. لقد قرأت الكتاب ورقيا، فلقد اشتريته من مكتبة جرير بسعر 26 ريال سعودي فقط. لم أقرأ من قبل أي عمل من الأدب الكوري، وفي الحقيقة لم أفكر أبداً في أن أقرأ الأدب الكوري قبل هذه الرواية، إذ أن تجاربي مع الروايات الشرق آسيوية مجملاً لم تكن إيجابية، هذا غير عدم اهتمامي بكوريا أساساً. لماذا اخترت الرواية؟ الغلاف، بالطبع الغلاف، والعنوان كذلك، لم أستطع أبداً الهرب منهما. وفي إحدى الأيام أنهيت صلاة العشاء وأسرعت لجهازي حتى أدون فكرة جديدة خطرت لي لمشروعي الجديد، لكن أثناء محاولة تطبيقها بدأ الإنترنت يتلكأ في تحميل البرنامج وتحديثه، فقررت أن أذهب لطاولتي وأختار كتابا جديدا لأقرأه. لأكون صادقة معكم، لم أرد أبدا أن أقرأ هذا الكتاب، كنت حانقة على نفسي لشرائه، لا أعرف لماذا، لكن يملك ذلك الإحساس تلك الأورا التي أخبرتني بأنني سأندم على قراءته وسأندم إن تركته سواء. هذه الأورا الغريبة أجبرتني أن أجعل الكتاب بالصف الأول كلما أعدت ترتيب كتبي، حتى عندما أخبر نفسي بأني لن أقرأه أبدا، حتى أجبر على ذلك عندما تنتهي كل كتبي الورقية، إلا أني لم أجرؤ أبدا على أن أضعه أسفل الكتب أو خلفها كما أفعل مع الكتب التي لا أريد قراءتها مباشرة. الهواء الذي كان يحمله هذا الكتاب مخيف، ولسبب ما ظننت أنه يمكنني أن أبعد هذا الهواء إذا ألقيت نظرة خاطفة سريعة عليه قبل أن ينتهي تحميل البرنامج. عادة لا يأخذ الأمر أكثر من دقيقتين إذا شتت تركيزي وأترك الكتاب للغد أو النسيان، لكن أسلوب الكاتبة، الطريقة التي يتحدث بها الحدث بلسانك وكأنك أنت السبب، وكأنك أنت كل الشخصيات، وكأنك أنت المتحدث، حتى لتهز رأسك ببعض فقراته لتعلن خطأك بخزي وعار. أنت تعرف بأنك لست سوى متلقي قارئ للرواية، لكن هناك شيء ما يسحبك بلا خجل ويصفعك بقوة صارخة بأنك أنت السبب، أنت من يحكي القصة، فكيف لك أن تقول ذلك بكل وقاحة؟ القصة تتحدث عن عائلة فقدت أمها، هكذا ببساطة، عائلة فقدت أمها. أثناء الانتظار لمحطة القطار ضاعت الأم في العاصمة، وضاعت العائلة محاولة إيجاد أمها، محاولة إيجاد ذلك الفرد المختفي عن أعينهم، الساكن في أكبر غرفة بقلوبهم دون أن يلاحظوا ذلك من قبل. البنت وقلة تواصلها، الزوج وإهماله، العمة ومشاكلها الغبية، الابن وطموحه، الأم التي هي إنسان أيضا. ودعوني أقتبس، أنت تعتبرين أمك أما فقط، وأنها ولدت لتصبح أما وفقط، لم يتبادر إلى ذهنك قط أنها إنسان يضبر المشاعر نفسها التي تضمرينها لإخوانك، إلى أن رأيتها تجري بشوق نحو خالك، وجعلك هذا تدركين أيضا أنها مرت بمرحلة الطفولة في الماضي، ومن حينها بدأت تفكرين في أمك كطفلة وفتاة وامرأة شابة وعروس جديدة، وأم أنجبتك لتوها. ارتبطت كثيرا مع بعض أجزاء القصة، أن تفقد شخصا كنت مؤمنا بأن وجوده أمر مسلم لا جدال فيه، شخص كان يعاني وبشدة أمام عينيك، لكن كلما حاولت مقابلاتكما هو اعتمادك المفرط عليه وتجاهلك القاسي له. لا أعرف كيف يفترض بي أن أكتب رأيي عن رواية أخبرتها بنفسي بضمير المخاطب الخاص بي الذي سرق عنوه ليكون أداة الإخبار هنا. هذا الأسلوب قاس جدا ومتعب، لكنه أروع وأمثل طريقة لتتحدث بها عن قصتك، لا
لأنها بالنهاية قصتنا جميعاً بجزء أو بآخر، قصة أمهاتنا الضائعات بمكان ما، أليس كذلك؟ نهايةً، تقييم النهائي للكتاب أو الرواية بشكل أصح هو 5 نجمات من 5 نجمات. لا يمكنك أبداً أن تتوقف وتنفض الشعور بالذنب فقط لأنك قرأت قصة عائلة لا تعرفها في مكان آخر من الكرة الأرضية، لأن ضمير المخاطب المستخدم يعود لك. سرق منك ليحكي قصة أخرى، سرق منك لتقدر النعمة التي تحيط بك وتذكرك بأمك، فهي أيضاً هنا، انتبه لها، لا تجعلها تضيع. ماذا عنكم؟ هل موضوع الرواية مثير بالنسبة لكم؟ أيفكر أحدكم أن يقرأها؟ هل قرأها أحدكم وأحس بالذنب بسبب أسلوب الرواية الغريب؟ أخبروني بأجوبتكم في التعليقات، وأتمنى أن هذه المراجعة البسيطة التي لم تعطي الرواية حقها أبداً حازت على رضاكم. لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة لمشاهدة المزيد من القراءات اليدوية، وإن لم تضغطوا زر الإعجاب بعد لا تجعلوا موضوع هذه الرواية الحزين وحزن نبرتها وسرقة ضميركم الخاص يثنيكم عن ذلك، وأرسل هذا المقطع هدية لكل أم وجودها يساوي العالم بأسره. السلام عليكم. مستمرة مقطع اليوم راح نتكلم فيه عن الأقلام التي تمسح بالماء، هي أقلام قماش نحط عليها ماء وتمسح تماماً.